متتبعي قناة أقضيد، مرحبا بكم في فيديو جديد. بالنسبة للفيديو ديالنا ديال اليوم غنهضروا على التجربة ديالي مع الفقاسة الصينية ديال 48 بيضة. هاد الفقاسة هادي خديتها من عند واحد الصديق، غير كتجربة أولى ليا في قيس ديال الكتاكيت. حطيت فيها 24 بيضة وهذه هي النتيجة. الحمد لله فقصوا 17 الفركوس وبقوا 7 البيضات. بالنسبة لهذه الفقاسة الصينية راه ناجحة، غير الإنسان خصو يعرف كيفاش يتعامل معها. هذه هي الحضانة ديالنا فاش غادي نديرو الكتاكيت اللي غادي نشوفو إن شاء الله. ها الحصيلة ديالنا، هذا هو البيض اللي ما تفقش، راه فيه الفلاس الداخل ولكن ما خرجش، توفى في البيضة. الحمد لله الحمد لله، كحصيلة أولى راه مزيان مزيان الحمد لله. هذا اليوم 22، هذا واحد الفلوس اللي كنت عاونته باش يخرج من البيضة ولكن ما تمكنش انه يخرج، مات. والاخرين راهم بصحة جيدة الحمد لله. هادو غادي نجمعهم غادي نديهم الحضانة، حيت كاينين اللي تفقسوا نهار 21، نهار 20 ونهار 21، ودابا اليوم 22 غادي ناخذهم الحضانة. والاخرين غادي نخليهم حتى ينشفوا مزيان، غادي عاد نحولهم. كتاكيت في المستوى، هذا بيض بلدي خليته من عند واحد السيد كله ملقح الحمد لله، البيض كله ملقح. ها الكتاكيت ديالنا جبناهم الحضانة، الحضانة درت فيها شوية ديال النزارة وان شاء الله غادي ندير البولة ديال التسخين ديالهم ونحط ليهم الماء، ندير فيه شوية ديال السكر ولا اللي بغى يدير معلقة ديال العسل من الأحسن. الكتاكيت ديالنا ها هما، هادو غادي نخليهم تنشفو مزيان، فيهم واحد الكتكوت، هذا خرج من البيضة عندو المنقار ديالو عوج، عندو المنقار ديالو عوج وما عندوش واحد العين، سبحان الله العظيم، واحد العين ما عندوش، عندو عين وحدة والمنقار ديالو عوج. نتمنى أنه يعيش إن شاء الله إن شاء الله. دابا غنسدير بلي المهم القصة ديالنا كتجربة أولى راه مزيانة الحمد لله، اللي بغا يجربها راه خدامة مزيان، غير الإنسان خصو يعرف كيفاش يتعامل معها، حيت الرطوبة فيها وخا تريكلها في الريكلاج خصك تريكلها نتا بالماء، تريكلها نتا بزيادة ديال الماء. وها الحصيلة ديالنا الحمد لله، حصيلة جد جيدة الحمد لله. ونتمنى أن التجربة ديال اليوم تكون نالت الإعجاب ديالكم. وهذه هي الحصيلة ديالنا بعد مرور 11 يوم، الحمد لله الكتاكيت في صحة جيدة. ونتمنى أن الفيديو يعجبكم وديروا أبوني وتشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.